صباحك. السلام عليكم. مساء الخير. مساء النور. ايه الاستعدادات مبكرا؟ أيوة وانا شايف الميدان مليان النهارده بطريقه غير عاديه. ايه الموضوع؟ عشان بكره حاولنا نخلي كل المطالب تبقى متفق عليها ان شاء الله عشان يبقى كل الحركات مع بعض. مش هنحاول نخلي حد يوقع بينا تاني ان شاء الله. الله يفتح عليك. يعني الاعاده تاني 25 يناير والصوره من اولها ان شاء الله نفس المطالب والصوره. رجعنا عيش حريه كرامه انسانيه. والله حاجه جميله الصراحه. انا النهارده مستبشر خير بالسجول ان شاء الله. بكره ان شاء الله تبقى احسن ان شاء الله. جميل دوت ان شاء الله. بكره احسن ان شاء الله. بس دي زغنطوطه شويه كده. ما احنا دي فيها اوراق بنخلي فيها حاجه موجوده زغنطوطه. الاخر عينا فيها 8 كمان دي. ماشي هنتعامل ان شاء الله. بالتوفيق بالتوفيق. ايوه ايه جايب الشنطه فيها الغيار ولا فيها ايه؟ لا فيها عدة الاعتصام. عدة الاعتصام. بس حاجه خليني اوريني كده. احمد كمل من نص دخان حاجه اتفضل. احمد استعدادات مبكره وشايف انا ميدان التحرير النهارده مليان ما شاء الله الساعه 11 ونص. ده خفيف الخفيف كده وعلى طول. هي الحاجه اللي تقضي. بس انا حاسس النهارده الليله الصراحه انشرح صدر لما شفت المنظر الجميل دوت. انت ايه رايك؟ متفق معايا فيه؟ اكيد. اكيد. بس ربنا بس يكمل على خير ان شاء الله. تنجح بامر الله كده ان شاء الله. ربنا يوفقك. ايوه هنحاكمك يا مبارك. هنحاكمك انت وعيالك. مش هنسيبك الا لما نحاكم عيالك. امتى بقى عشان نسوق بالعافيه؟ هنحاكمك انت والفاسدين اللي كانوا معاك. واوعى تنسى. واوعى حد يفتكر انه هيضحك على الشعب المصري تاني. مش هيضحك على الشعب المصري تاني. انسى. نرجع لورا تاني للخلف دور. انا عايز اجري عليه اقول له لا هنرجع. لا 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 دول ما دول موجودين. هنرجع. مين هم الناس؟ الساده اللي قاعدين فوق في الكراسي دول. هنرجع للخلف دور تاني. عمري بيد المصريين ما هنرجع للخلف دور تاني. تحيا مصر. واللي يحكم مصر لازم يحب شعب مصر. غير كده لا. اللي عايز يحكم مصر يدي حق لازم يحب شعب مصر. اللي عايز يحكم مصر بس لازم يحب شعب مصر. الفلول الزباله دي كلها بقى تمشي. كفايه كده قوي. كفايه كده سعيد. هو احلى واحد للخلف. احلى واحد مين هو؟ مين هو؟ هو سلفي عامه محامي. اتكلم بطريقه جميله جدا ووضح للشعب علاقات الناس كل اللي هو قاله. ربنا يبارك له. حازم. حازم ازاي؟ الشيخ حازم ازاي؟ مفيش بعد كده. اصل ابوه ليه تاريخ. ابوه طبعا. هو قال لك اصل البلد دي من امتى؟ من ايام قبل ايام السادات اصلا كانت هتمشي على الشريعه. والوثيقه اللي اتمضت على الازهر اتسرقت في مجلس الشعب. اتسرقت فعلا ومش ظاهره. فباذن الله احنا هنبني البلد دي على اسس. هننهي كازينوهات. هنخليها مصالح ليليه بس مفيش رقصات. قال لك هننهي الخمر بس التجوزات. هنخليها للسياحه بس مش احنا اللي هنجيبها. هم اللي هيجيبوا معاهم الخير. اللي عايز يعمل كل حاجه يعملها. سؤال بس شركات الدخان سؤال مهم والحشيش الجاي بالراحه. شكرا كابتن. شكرا.